هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق شيء يتفيأ ظلاله
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أن لهم النار
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين له الشيطان أعماله فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر سبل ربك ذللا
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء محمد